صلي نور يثبت الإيمان، وابقى ساعتها واثق وثابت مهما كان، ولا تتهز الشعرة ثوابتي والأصول، واقف على أرض صلبة واللي يقول يقول واللي يقول يقول، واقف على أرض صلبة واللي يقول يقول. في الحقيقة دكتور أنا عندي شوية تساؤلات في الكتاب المقدس. أنا سمعت من النقاد إن ما عندناش النسخ الأصلية للكتاب، يعني ما عندناش النسخة الأصلية اللي كتبت بإيد أرميا ولا بولس الرسول، فإزاي أقدر أثق إن النسخ اللي عندنا دلوقتي ولا إيفن النسخ المخطوطة اللي عندنا دلوقتي أقدر أثق فيها إنها ما تزورتش في السجن؟ يعني بص يا شادي، إحنا ما عندناش المخطوطات الأصلية للكتاب المقدس تحقيق، بس أنا ما عندناش المخطوطات الأصلية كمان لأغلب الكتابات القوية جدا التاريخية المؤثرة قوي في التاريخ، بالذات لو كانت قديمة. يعني ممكن تكون عندنا بعض المسودات للكتب الحديثة، لكن ما عندناش خالص للحاجات القديمة. زي ايه؟ لا كله بقى، كل الأدب اليوناني واللاتيني اللي احنا عارفين انه كتب وملحمات وشعر وفلسفة وفكر، يعني كل الكتابات الأصلية مثلا لأرسطو، أرسطو اللي كتب العلم كله أو بدايات العلم، أو أفلاطون بيقولوا إنه الفلسفة أي فكر في 2000 أو 2500 سنة اللي فاتوا ما هو إلا تزييل، يعني فوتنوت لأفلاطون. الناس دي أثرت في التاريخ الفكري بطريقة غير عادية. عندنا المخطوطات بتاعتهم، عندنا المسودة اللي كتبوا عليها، ما عندناش. الناس دي ما كانتش قليلة، يعني أرسطو ده معلم الإسكندر الأكبر، أوكي؟ فلو عايز كان يجمع المخطوطات بتاعته ويحفظها وتتسلم من جيل لجيل تتعامل، ما تعملتش وما عندناش. طب بنثق فيهم ازاي؟ عندنا أدلة تاريخية كتيرة جدا وأدلة منطقية كتيرة قوي، حاجات ترجع للثقافة وللتاريخ والتأثير و تقول لي ان اللي كتبوه ده هو اللي كتبه أرسطو، هو اللي كتبه أفلاطون، وهو اللي كتبه أيا كان الكاتب. بس من ناحية تانية أنا بقدر أعرف كمان الكتاب دوت هو فعلا النسخة اللي بين إيديا دلوقتي هي النسخة اللي اتكتبت الأصلية زي ما بتقول، من كذا حاجة. يعني بنقول إيه مثلا؟ إنه عندنا مخطوطات مكتوبة بخط الإيد، سواء منسوخة على سكرولز على ألواح أو جلد وكلام، أو جلد بالظبط بأي كانت الطريقة. عندنا مخطوطات لا حصر لها. الفرق ما بين المخطوطات اللي عندي للكتاب المقدس والمخطوطات اللي عندي لأي كتاب تاني مرعب مرعب يا شادي. I guess my question is how can we be sure of the reliability of those manuscripts? Well, the same way we authenticate any historical document, by comparing and contrasting the copies that have been recovered. It's called textual criticism. The more copies we have, the better that we can cross-reference and figure out if what the original was saying is historically accurate. And the earlier they come from in history, the better. Take Homer's Iliad, for example. Is this real? That's as real as the Macedonian dirt that I dug it up from. Well, the Greeks considered this their Bible for many centuries. Yes, they did. That is one of 1,565 copies in existence today. Now, the Iliad was originally composed 800 years before Christ. Okay. This Greek copy is dated at the 3rd century AD. So 800 and so that's 1100 years between this copy and the original, yes? Correct. There is only one ancient collection of writings that has more authenticated copies than the Iliad. Can you guess what that is? You're going to tell me the Bible. The New Testament. And how many copies is that? To date, archaeologists have recovered 5,843 Greek New Testament manuscripts. That's four times as many as the Iliad. Really?
The earliest fragment of the Gospel of John was found in ancient Egypt, and it dates to the 2nd century AD. How close is that to the original? Less than 30 years. I have one of the fragments in my collection. It's quite a treasure, isn't it? After the New Testament and the Iliad, the runners-up don't even come close. We only have 100 copies of Sophocles, 7 copies of Plato's Tetralogies, and only 5 copies of anything by Aristotle. In fact, if you laid the surviving copies of Aristotle one on top of the other, they would make barely 4 feet. You do the same with surviving copies of the New Testament, the stack would be a mile high. Nothing else in history even comes close. I was that for reliable. أنا بس هدي لك شوية أمثلة كده. أنا حابب شوية أرقام أقدر أدرك فيها الفرق ما بين. يعني مثلا أفلاطون. أفلاطون كتب كتاباته في كتب وحاجات مشهورة قوي لأفلاطون، منها مثلا حوارات دي بتاعة المعلم بتاعه اللي هو إحدى مؤسسي الفلسفة اسمه سقراط. سقراط ما كتبش أي حاجة، لكن اتكتب عنه. أوكي، اللي كتبها مين؟ تلميذه أفلاطون. هي أفلاطون أخد فلسفة سقراط ويعني نقلنا إلى 7 سما، ممكن نقول بعد كده فكر أفلاطون إيه، بس راجل عملاق. أوكي، كتب سنة 427 ميلاديا إلى 347 قبل الميلاد، إلى 347 قبل الميلاد. أوكي، أقدم نسخة عندي لأي كتاب لأفلاطون، سواء كانت المحاورات، سواء كانت جمهورية أفلاطون، جمهورية المدينة الفاضلة اللي عملها اللي تصور فيها الشكل المثالي للجمهورية، فاهم؟ أقدم نسخة عندي لكتب أفلاطون موجود عندي سنة كام؟ أوكي؟ أفلاطون كتب تاني سنة 400 قبل الميلاد. قبل الميلاد، يعني في القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الرابع قبل الميلاد. أقدم نسخة عندي بقى حاجة مكتوبة كده تقدر تقولي دي بتاعة أفلاطون سنة كام؟ أدي مثل؟ قولي اقتراح، قولي رأيك. أنا عشان أقدر أثق فيها على الأقل. بص، لازم تثق فيها، ده كلام محترم. أوكي. مية بعد الميلاد. أقدم نسخة عندي، أقدم نسخة أقدر أتحصل عليها دلوقتي، أتحصل عليها سنة 900 بعد الميلاد. طب والنقاد بيقدروا يثقوا فيها إزاي؟ فرق كام سنة يا شادي طيب؟ 900 و400 1300، يعني على أقل تقدير 1200 سنة. أوكي، 1200 1300 سنة، 1300 سنة فرق ما بين النسخة الأصلية والنسخة العادية ديت. وده يقول طب أنا حقدر أثق فيها إزاي؟ صح؟ عندي 10,000 عامل تاني. عندي العامل إنه أولاً البينة على من ادعى، مش كده؟ أنا بقول إن ده أفلاطون، أنا عندي الإثباتات بتاعتي إنه أولاً مفيش حد تاني كتب الكلام دوت. كل الناس اللي بعد أفلاطون لحد سنة 900 ميلادياً مثلاً بيشهدوا عن أفلاطون أو بالظبط اقتبسوا من أفلاطون وقالوا كذا. مش بس كده، ده في كذا مرحلة للفكر الأفلاطوني مثلاً. أوكي، يعني أفلاطون فكره أثر على الديانات بطريقة معينة أو الناس بطريقة معينة في المكان المعين. فمثلاً عندنا حتى في العالم العربي أفلاطون وأرسطو كانوا مؤثرين جداً في كتابات لفلاسفة عرب، فدول قروا النسخ اللي مش موجودة معانا دلوقتي، ما عندناش، وأثرت في كتاباتهم واقتبسوها ورجعوها لمين؟ لأفلاطون وأرسطو. أوكي؟ واو. طب كان الكتابات اللي عندنا لأول نسخ لأفلاطون وأرسطو منتشرة، يعني اللي هي الحاجات ال 900 حاجة تانية. حاجة تانية، لو مثلاً أفلاطون دوت كان كاتب محلي، أوكي؟ أوكي. يعني زي بيكتب في جريدة السابق الصحفي الدولي المش عارف إيه اللي مقرها ميدان العباسية. أوكي. إيه رأيك؟ أنا لو جيت وأنا عايش دلوقتي في الشاطبي ولا العطارين في اسكندرية وقلت النسخة ديت موجودة من ميدان العباسية سنة 1800، هتصدقني؟ حاجة محلية جدا، ملهاش أي تأثير، ملهاش أي يعني كولاترالز، أنا ما عنديش ناس تانية في أي حتة قالت نفس الكلام، ما أظنش إنها ليها مصداقية عليه. لكن لما يكون تأثيره منتشر وواسع
وفي الحضارة الفلانية وفي الحضارة الفلانية، ولما المملكة اليونانية احتلت العالم القديم كله، والإسكندر الأكبر كان مهتم إنه يوصل الثقافة اليونانية وتبقى الثقافة الرئيسية في العالم وقتها، وكان طبعا بسبب أرسطو كان مهتم جدا بالثقافة اللي بيسموها الهيلينية أو يعني هيلينيزم of nations، إن هو يخلي عارف زي ما أنت بتأمرك الناس دلوقتي بسبب الثقافة الأمريكية، هو كان عايز يخليهم يونانيين أوكي بأي كان. فكانت الثقافة الشائعة لما هي دي الثقافة اللي تبقى في كل مكان ويبقى عارفين يقتبسوا من مين، وتفضل الثقافة ديت موجودة ل 300-400 سنة، أنا أقدر أقول أداء أفلاطون أوكي؟ أوكي. ما عنديش النسخة اللي بإيدي اللي كتبها أفلاطون، بس عندي عشرات النسخ. طيب احنا كل ده بنتكلم استنى بس أوكي. كان بقى نسخة عندي أصلية أو مش أصلية، أنا اسمها منسوخة للنسخة الأصلية لأفلاطون، أنا أقدر ألاقيها دلوقتي. ادي رقم خلاك متأكد انه هي دي كتابة أفلاطون، أفلاطون ما قالش أي حاجة تانية وناس كتبت على لسانه، لا الجمهورية الأفلاطون هي الجمهورية. ايه بقى؟ ايه رأيك؟ اديها مثلا 700. عندي سبع نسخ وقادرين نثق فيها؟ ومفيش حد من النقاد يا شادي اعترض ولا اتضايق ان دي نسخة أفلاطون بسبب كل حاجة تانية قلناها. حدي مثل تاني لواحد مشهور احنا بنحبه كمصريين لانه جه مصر وساعدنا في تاريخ مصر. اسكندر. طبعا اسكندر أوكي. يعني اسس اسكندريه اللي احنا فيها، بس في واحد مؤرخ قبل افلاطون بمثلا 50 سنه مشهور قوي، ووصف مصر انها هبه النيل، وكتب عن تاريخ بعض الشعوب وكتب عن جغرافيا بتاعتهم، وكان رحاله اسمه هيرودوت. اوكي هيرودوت كتب كتب كتير قوي في التاريخ اللي عندنا منها حاجات ضئيله، كتبها سنه 480 ل 425، دي يعني فتره حياته. النسخه بقى اللي عندي الاصليه لتاريخ هيرودوت دوت سنه كام؟ برضو 900 بعد الميلاد، والفرق 1300 سنه. محدش شكك لا في هيرودوت كشخص ولا في تاريخ هيرودوت للشعوب، بالعكس ده نسخة مهمة جدا للأحداث اللي هو أرخها وللحروب اللي هو أصرها. عندي كام نسخة بقى من هيرودوت؟ 8. واو. كل ده بنتكلم عن حاجة بعيدا عن الكتاب، عايز أعرف الكتاب أخباره إيه؟ وسؤال بس يمكن بعد ما تشرح لنا يا دكتور الفرق، يعني الكتاب المقدس في الآخر اللي عايز يكتبه لو حد عايز يكتبه يعني ده ليه هيبقى ليه حب مثلا للسلطة أو ليه حاجة أقوى إن هو يغير، مش زي أفلاطون وهيرودوت، يعني هيرودوت أشخاص فمفيش حد يقدر يشكك فيهم قوي إن هما مش هيسيطروا على حاجة ولا غيرهم، مش أطماع أجندة تانية غير إن هما يقرر، لكن دين جديد لا يأثر جامد، فممكن الناس تلعب فيه. طيب يعني نخلص موضوع المخطوطات والمصداقية والتفوق. أوكي. الكتاب المقدس العهد الجديد بس، العهد الجديد بس اتكتب سنة كام؟ يعني من مثلا آخر مية ميلادية، من 40 أو 44 أول رسالة في العهد الجديد 44 ميلاديا إلى 95-97 ميلاديا، يعني في القرن الأول الميلادي اتقفل كل العهد الجديد، كل 27 صفر أو 27 جزء بتوع العهد الجديد اللي عندي. أول مخطوطة عندي إلى الآن إلى اليوم محفوظة في إحدى المتاحف في مانشستر أعتقد، موجودة سنة كام؟ اكتشفت سنة كام؟ 400 مثلا؟ على فكرة 400 ده رد كويس، ليه؟ لأنه لو قارناه باللي فات ده حاجة، الحاجة التانية المجامع الكنسية كانت يعني عقدت واتفقوا على كل حاجة، وبقى عندي المسيحية منتشرة في أرجاء العالم الروماني ورائع. المخطوطة بقى اللي اكتشفناها اللي موجودة دلوقتي في المتحف سنة 125 ميلادية. فرق كم سنة يا شادي؟ 25 من 100 سنة بس. 25 سنة. اوكي؟ طيب دي أقدم مخطوطة. عندنا كام مخطوطة بقى مكتوبة للعهد الجديد؟
احنا قلنا كام واحدة خلتنا متأكدين ان افلاطون هو الكاتب؟ كام واحدة؟ قلنا سبعة. سبعة. كام واحدة هيرودوت؟ ثمانية. كام واحدة العهد الجديد؟ 24,000 مخطوط للكتاب العهد الجديد كله؟ العهد الجديد بس. اوكي. ده غير انه انا لو شلت كل المخطوطات ديت وحطيتها على جنب وخدت بس كتابات اباء الكنيسه الاولى اللي هم المؤرخين واللاهوتيين والناس اللي تاثروا بكتابات الرسل، يعني على منوال طبعا ارسطو مع الفارق الذي لا يمكن ان نقيسه، يعني لان دي كلام الله الموحى به والتاني كلام انسان على عظمته. لو خدت بقى كل الكتابات الاباء اللي اقتبسوا منها من العهد الجديد اللي كان بيلف في الكنائس وفي مجتمعات في القرون الأولى للمسيحية، تقدر تستخلص كل العهد الجديد باستثناء آيات قليلة أو 11-12 آية بس. دول موجودين في المخطوطات طبعاً. طبعا دي مخطوطة ما جاتش على 11 آية. لا انسى المخطوطات، لما المخطوطات مش موجودة أنا حقدر أطلع العهد الجديد كله من كتابات الآباء. تخيل كتابات الآباء دي من القرن الكام؟ كتابات الآباء القرن الثاني الثالث الرابع ميلاديا وبعد كده طبعا. بس انا قصدي كتابات الآباء قبل مجمع نيقية كل ديت كانت موجودة وفيها اقتباسات العهد الجديد، والعهد الجديد كان مؤثر جدا. عاشوا فكروا فيه، اثر على فكرهم واثر على حياتهم لدرجه ان هم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. طب ما عندناش مثلا كتابات في القرن الاول؟ ان دي ممكن تريحني شويه. في القرن الاول فيها اقتباسات من العهد الجديد او اي حاجه زي كده ولا؟ بص عند يعني كتابات الكنيسه الاولى عندي اثريات كثيره تقول لي ان نفس الكلام مثلا زي انجيل لوقا وصف حاجات كثيره قوي حصلت. عندي كتابات من ناس مش مسيحيين يونان، دي تفرق معايا، ورومان ويهود. بص الرومان ممكن يقفوا على الحياد، اوكي؟ هم مش عايزين بلبله، اهم حاجه عندهم الباكس رومانا، السلام في العالم الروماني. المسيحيه جايه تعمل بلبله بلاش، اليهوديه تعمل بلبله بلاش. فكان في ناس معه وناس ضد، والاغلب كانت الناس ضد. لكن اليهود ضدنا وش؟ كانوا ضد على طول الخط. اوكي. كتابات اليهوديه بتثبت كلام كتير قوي حصل في العهد الجديد، كتابات الرومان بتثبت، وكتابات لا رومان ولا يهود بتثبت. وكل الكلام دوت في اثناء القرن الاول الميلادي. وممكن حلقات تانية نجيب اسامي الناس اللي كتبت وكتبوا قالوا ايه. فاحنا عندنا اثباتات لا اول ولا اخر لها من تفوق نص العهد الجديد عن اي نص تاني كائنا من كان. 24,000 مخطوطه فرق قليل قوي، 25 سنه وتاثير لا مثيل له. ارجع لسؤالك يا شادي بتاع الاجندات. بتاع الاجندات يا ريت. افلاطون وارسطو كتبوا يعني بدون اجنده السيطره وهكذا. كتاب كتب علشان يعرف البشر من هو الله ومن هم وايه هي المشكله وايه هو الحل اللي قدمه الله في المسيح يسوع. خلاص كويس. ايه خطه الله كلها؟ وفي الاعلان دوت كشف الله عن نفسه، عن عظمته، عن قداسته، عن تفرده، وللإنسان عن عجزه وعن فشله وعن خطيته وعن إثمه وعن احتياج لمخلص والحل في الرب يسوع المسيح. في الكتاب المقدس لو البشر قدروا يكتبوه رغم ان دوت إعجاز بكل المقاييس مش هيعوزوا يكتبوه. ليه؟ الإنسان مش هيعوز انه يكتب ان هو شرير قوي كده، ولا انه خاطئ قوي كده، ولا انه عاجز قوي كده عن خلاص نفسه. اوكي. ولو عايز يكتبه، ان اراد ان يكتبه مش هيقدر. مفيش كتابات تانية طيب بتعبر عن ضعف الانسان غير ولا كده؟ مفيش اي كتابة توضح التشريح بتاع الانسان زي كتاب المقدس الشرح للانسان عن اعماقه، وفي نفس الوقت شرح للانسان عن اعلان الالهي من هو الله. فالانسان لو اراد ان يكتب هذا الكتاب لن يستطيع، لأنه لا يعرف من هو الله. ولو استطاع لن يريد، لأنه سيكشف له عن نفسه وعن عجزه وعن إثمه وعن خطيته. هذا الكتاب إن استطاع الإنسان أن يكتبه لن يريد، وإن أراد لن يستطيع. شكرا يا دكتور.